بيقولوا لنا لازم تشرب الصبح حليب وتاكلوا لبنه وجبنه. واليوم الماما حضرت لي على الترويقه صحن جبنه مع صحن خضره. جبنه البيضه كتير طيبه. ما قلتلكن كتير طيبه. طيب من وين بتيجي الجبنه البيضه؟ معقول رجل التلج هو اللي بيعطينا الجبنه؟ او بركه موجه البحر هي اللي بتحملنا معها قطع الجبنه. أو بركة سفنجة بس نفتحه منلاقي بقلبه قطع جبنة. خلينا نشوف الأصدقاء شو رأيهم. من وين؟ من التكانة، من العزين. هون. وين هون يعني؟ بالبيت. من ال بالعلبة. من بقرة. ما بعرف. أصدقائي رجل التلج وموجة البحر وسفرجل مش هن اللي بيعطونا الجبنة. لنعرف من وين بتجي الجبنة خلينا نتابع سوا. رحلة الجبنة بتبلش لما عمو المزارع بيحلب البقرة وبيودي الحليب على المصانع. وهونيك أول شي بيعملوا إنه بيصفوا الحليب وبينقوه، وبعدين بيعقموه عن طريق التسخين ليقضوا على كل الميكروبات، وبعدين بينقلوا الحليب على مكنات التبريد وبيضيفوله الكالسيوم ومواد تانية وبيحركوه ليتماسك. بيرجعوا بيحطوه بقوالب وبيكبسوه ليتصفى بنزومة منيح. بعدين بيقطعوه وبيحطوه بأكياس مع سائل الملح وبيصير جاهز للباب الأسواق. طيبي طيب هلق مين.